إنها ليست المرة الأولى التي تمنع الصهاريج المحملة بالمازوت من العبور من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، ولكن هذه المرة اختلفت الصورة ووصلت الأمور إلى حد إحراق الصهاريج وإدرام النيران فيها. وفي التفاصيل أن مجموعة من الشبان الغاضبين في منطقة طرابلس وتحديداً عند دوار نهر أبو علي أقدموا ليلة الخميس على إحراق ثلاثة صهاريج تحمل لوحات سورية محملة بالمازوت من أصل سبعة، احتجاجاً على ما اعتبروه نقل مادة المازوت من لبنان إلى النظام السوري. أما الصهاريج الأربعة المتبقية فقد نجحت الاتصالات التي تكثفت ليلاً في منع الشبان من أحراقها، واكتفوا بأحراق مقدماتها على الأوتوستراد الدولي قرب منطقة التبانة.